مرحبا، كيف حالكم يا صغاري؟ اشتقت إليكم كثيرا. اليوم سنتعرف على كيفية التنقل. كيف أتنقل؟ هيا بنا. انظر ماذا لدي. موضوع اليوم شيق جدا، كيف أتنقل؟ سنتعرف اليوم على وسائل النقل، أي التي نستخدمها في التنقل من مكان إلى آخر. ولدينا هنا وسائل نقل برية، وسائل نقل بحرية، وسائل نقل جوية. وسائل النقل البرية تساعدنا في التنقل عبر اليابسة، أي على الطريق، مثل السيارة، الحافلة، الباص، القطار، الدراجة. ولدينا وسائل نقل بحرية، وهي التي تساعدنا في التنقل عبر الماء في البحر أو النهر، ومنها السفينة، القارب، الزورق. ولدينا وسائل نقل جوية، وهي التي تساعدنا في التنقل في الجو، منها الطائرة، أي وسيلة نقل تسير على الطريق. نعم، إنها السيارة. وأي وسيلة نقل تطير في الجو؟ نعم، إنها الطائرة. وأي وسيلة نقل تعوم على المياه؟ نعم، إنه القارب. عنوان الدرس اليوم: القبطان. وقف قاسم قرب قارب جده. رافق قاسم جده في رحلة. قاد قاسم قارب فاروق. قال قاسم: ما أجمل البحر والقوارب. الآن سأطرح بعض الأسئلة الشفوية. من وقف قرب قارب جده؟ وقف قاسم قرب قارب جده. من رافق قاسم في رحلة؟ رافق قاسم جده في رحلة. ماذا قاد قاسم؟ قاد قاسم قارب فاروق. ماذا قال قاسم؟ قال قاسم: ما أجمل البحر والقوارب. أقرأ الرسوم. باص، دراجة، سيارة، طائرة، قطار، باخرة، زورق، القبطان. من قاد قارب فاروق؟ قاد قاسم قارب فاروق. ماذا قاد قاسم؟ قاد قاسم قارب فاروق.
ماذا فعل قاسم؟ قاد قاسم قارب فاروق. القبطان. الجملة المحورية: قاد قاسم قارب فاروق. ما هو الحرف الذي يتكرر في هذه الجملة؟ قاد قاسم قارب فاروق. قاد قاسم قارب فاروق. نعم، إنه حرف القاف، صوت قه قه. قاد قه متصلة في أول الكلمة بصوت الآ أي الألف، قه في أول الكلمة. ق صوت طويل. قاسم، قه في أول الكلمة متصلة بصوت الآ، ق صوت طويل. قارب، قه في أول الكلمة متصلة بصوت الآ، قارب. فاروق، قه منفصلة في آخر الكلمة. سنقرأ الآن حرف القاف مع الأصوات القصيرة. حرف القاف مع الفتحة يعني صوت الأ، الضمة يعني صوت الأو، الكسرة يعني صوت الإي. قه أ ق، قه أو قو، قه إي قي. حرف القاف مع الأصوات الطويلة: قه مع الألف، قه مع الواو، قه مع الياء. قه مع الألف صوت آ، قه آ قا. قه مع الواو صوت الأو، قه أو قو. قه مع الياء صوت الإي، قه إي قي. سنتعرف الآن على حرف القاف مع الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة في كلمات: قلب، ق ق ق أ ق. قبعة، قبعة كو، ق أو كو. قرد، قي، ق إي قي. مقود، مقود، قه مع السكون قه. قارب، قا صوت طويل. نقود، قو صوت طويل. حقيبة، حقيبة، قي صوت طويل. سنتعرف على كيفية كتابة حرف القاف. صوت قه قه. أبدأ من نقطة الانطلاق، خط أفقي، ثم أرسم مثل رأس الواو ورأس الفاء أيضا، وأنزل نصف دائرة، ولا أنسى نضع فوقه نقطتان.